نحن بحرب بكل ما للكلمة من معنى، ولكن المفارقة إنه أصعب ما في بهالحرب هو إنه السهر ماشي والبسط ماشي والمطاعم مفولة والناس عم تتنقل بحرية، بس بالواقع محاصرين لأخوانينا. الخارج بده الطوطين والغاز والمي والسلاح، وجود هالسلاح والإرادة السياسية الحرة رادعين الطوطين وسرقة الغاز والمي والأرض. الخارج عم بيحاول بالتعاون مع بعض الداخل يركعنا ليحصل على اللي بده إياه. جرب بالحرب خسر، جرب بالتهديد إنيله لا، حط عقوبات ما أثروا، افتعل ثورة ما زبطت، سرق مصرياتنا إنيله لا، جوعنا وعطشنا كمان إنيله لا، حرم عنا الدواء والبنزين والفيول والمازوت والكهرباء وبرضو إنيله لا. شو وضعنا اليوم؟ في ناس تعبت وعم بتطالب بشو ما كان بس وقفت نزيف، وفي ناس رافضة ومكملة المعركة. ليلي تعبوا بتعرفوا شو يعني مسجد المئات ب 72 صوت ونزلت الدولار 4000 ليرة بين الأحد عشية والتنين عبكرة؟ يعني كل شي مفتعل، ويعني في أكترية نيابية بتمثل منظومة الفساد عم تخنقنا وتقطع عنا كل شي عمدا، وترفض تطبيق الحلول عن سابق تصور وتصميم وتلعب فينا مثل ما بدها لتركعنا ونوصل لوقت نقول البلد ما بقى يحمل، دخيلكن بدنا حكومة ولو بالفاسدين. يعني بمعنى تاني عم بيقولولنا شو ما تعمل يا لبناني نحنا رح نبقى داعسينك وحاكمينك لولاد ولادك، انت ملكنا وما تجرب تتخلص منا، ما فيك منخنقك. استوعبتوا هلأ شو التمن إذا ميشيل عون خسر معركته ضد هالطبقة الفاسدة؟ استوعبتوا هلأ ليش ممنوع الرضوخ؟ الخسارة بتعني إنه الشباب باقيين ملكين الحجر والبشر بالبلد، وصرنا رسمياً مافيا ستيت بمباركة أجنبية، وساعتها عن جد تصبحوا عوضاً. فكروا فيها.